الشخصيات الوطنية ورجالات الدولة الأردنية والمشاركين. الشيخ مثقال باشا سطام فندي الفايز هو شخصية سياسية عشائرية أردنية، ولد عام 1885، ساهم بتأسيس الدولة الأردنية، وهو أحد شيوخ قبيلة بني صخر البارزين، حيث أصبح شيخ مشايخ قبيلة بني صخر وهو بعمر 30 عاما، في مرحلة حاسمة من تاريخ المنطقة المكتنزة بالأحداث والتي أعادت تشكيل الجغرافيا السياسية بعد قرون من الحكم العثماني. واكب الشيخ مثقال الفايز معارك الثورة العربية الكبرى، وكان له كغيره من رجالات الأردن دورا مهما بالتحضير لقيام الدولة الأردنية ودعمها بمواجهة التحديات. وهنا برز الدور الواضح للشيخ مثقال الذي عاضد الدولة الناشئة ومدها بالعون كزعيم قبلي، وكان له دورا مؤثرا بمرحلة التأسيس. شب الشيخ مثقال على الشجاعة والإقدام، وقوي ساعده رغم صغر سنه بحمل السلاح، حتى صارت شجاعته مضربا للمثل، وأصبح خبيرا بالشؤون العشائرية والقضاء العشائري. كان صاحب توجه عروبي فطري. احتضن ديوانه رجالات العشائر الأردنية في مؤتمر أم العمد عام 1936، وقرروا فيه مد إخوانهم الفلسطينيين بالمال والسلاح والمتطوعين. توفي الشيخ مثقال باشا الفايز رحمه الله عام 1967. أستأذن دولة الأستاذ فيصل الفايز بالتفضل بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ مثقال باشا سلطان فندي الفايز. فليتفضل معالي المهندس جمال الصرايرة. والآن يتفضل دولة الأستاذ فيصل الفايز راعي الحفل بتسليم الدروع التكريمية للشخصيات الوطنية ورجالات الدولة الأردنية والمشاركين. يتفضل سيادة الشريف ناصر بن ناصر بن جميل بتسلم درع الجمعية تكريما لوالده المرحوم سيادة الشريف ناصر بن جميل. ولد سيادة الشريف ناصر بن جميل عام 1927، وهو أحد رجال الثورة العربية الكبرى وأبطالها. هو من بناة الجيش الأردني ومن رواد الحركة الرياضية الأردنية. كان عربي الانتماء وطني الهوية، تولى العديد من المناصب والمهام في الجيش العربي الحرس الملكي. كان قائدا للجيش الأردني عام 1969، وكانت له بصماته الخاصة بتحديث وتطوير الجيش. كان قائدا شجاعا وعسكريا محترفا، صاحب حضور لافت في الأحداث التي شهدها الأردن، وشكلت حياته بمراحلها المختلفة صورة ناصعة عن فارس ضحى بالغالي والنفيس في سبيل وطنه. تسلم عدة مناصب في مختلف أركان الدولة الأردنية. توفي رحمه الله عام 1979. يتفضل الشيخ ناجي إبراهيم ناجي العزام بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ ناجي باشا العزام. ولد الشيخ ناجي باشا العزام عام 1873 في بلدة حوف الوسطية، وهو شيخ عشائري وسياسي أردني. تلقى تعليمه في الكتاتيب ونشأ في أسرة ذات مكانة مرموقة، حيث كان جده كليب عضوا في مجلس الإدارة والدعاوي لقضاء عجلون عام 1872، وأبوه مزيد قاضيا عشائريا، وأخوه شلاش عضوا في مجلس قضاء عجلون عام 1911. تولى الشيخ بعد وفاة أخوه شلاش وأصبح زعيما لناحية الوسطية عام 1916، وكان عضوا بحكومة قضاء عجلون التي كانت تعرف باسم المجلس الإداري التشريعي. كان رئيسا لحكومة الوسطية، إحدى الحكومات المحلية
التي تشكلت قبل تأسيس إمارة شرق الأردن، وهو ثائر عروبي احتضنت عروبيته أول مؤتمر أردني يعقد لنصرة أهلنا في فلسطين في بلدة قم بتاريخ 6 نيسان عام 1920 بمشاركة زعماء ومشايخ لواء عجلون أنذاك. وكان من أبرز نتائجه معركة تل الثعالب في سمخ وبيسان ضد المستعمر البريطاني والعصابات الصهيونية بقيادة الشهيد كايد مفلح العبيدات. وكان للشيخ ناجي إسهامات بارزة في تأسيس الدولة الأردنية، حيث شارك في العديد من المؤتمرات، منها مؤتمر أم قيس، المؤتمر الوطني الأول، والمؤتمر السوري العام، ومؤتمر النبك بهدف مقاومة قوى الاستعمار الفرنسي والبريطاني في بلاد الشام، ومؤتمر أم العمد. يسجل للشيخ ناجي أنه من أوائل الذين أعلنوا العصيان المدني ضد حكومة الاتحاد والترقي حين دعا أهالي الوسطية إلى عدم دفع الضرائب والتوقف عن إمداد الحكومة بالحبوب والمواشي. فاز بعضوية المجلس التشريعي الثاني وفاز بمنصب النائب الأول لدولة رئيس المجلس. كان عضواً في حزب الاستقلال وهو أول حزب يؤسس على الأرض الأردنية، وكان سمو الأمير عبد الله عضواً فيه، كما كان رئيساً لحزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني. توفي رحمه الله عام 1937 ودفن في بلدة قم. يتفضل الشيخ هيثم محمد سليمان الروسان بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ سليمان باشا السودي الروسان. ولد الشيخ سليمان باشا السودي الروسان عام 1880 في بلدة سمر روسان، وهو شيخ عشائري وسياسي أردني. يعد الشيخ سليمان باشا أحد الرواد الأوائل والزعماء الوطنيين الذين لازم مولدهم عصر النهضة، وكان ذو نشاط فكري وطني وقومي ملحوظ تمثل من خلال مشاركته بالمؤتمر السوري الأول والثاني، حيث تم انتخابه ممثلا ليشارك في تقرير مستقبل بلاده أمام اللجنة الأمريكية كينغسراين، والتي كانت بمثابة لجنة تحقيق دولية أرسلت لبلاد الشام للوقوف على اتجاهات الرأي العام حول وحدة واستقلال سوريا والموقف من نظام الانتداب ووعد بلفور. وكان للشيخ سليمان دورا بارزا بمؤتمر قم، حيث استضاف الاجتماع التحضيري بديوانه في سمر روسان، وكان له مشاركة فاعلة في العديد من المؤتمرات الوطنية، وكان عضوا في حزب الاستقلال وحزب الشعب الأردني وحزب أنصار الحق. عاش الشيخ سليمان باشا السودي الروسان حياة نضالية مليئة بالكفاح من أجل إحقاق الحق، وحتى يبقى الأردن حرا أبيا صامدا شأنه شأن كوكبة من رجالات الأردن الأشعب. توفي رحمه الله عام 1971 ودفن في بلدة سمر روسان. يتفضل الشيخ بكر سلطان ماجد العدوان بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ ماجد باشا سلطان العدوان. ولد الشيخ ماجد باشا العدوان عام 1898 في الشونة الشمال الجنوبية. نشأ في كنف والده الشيخ سلطان باشا وتربى على الشجاعة والفروسية والكرم. كان له حضوره القوي والفاعل بالأحداث السياسية التي شهدها الأردن. توفي رحم الله عام 1946 ودفن بالمقابر الملكية بناء على رغبة الملك عبد الله المؤسس. يتفضل الشيخ حسين عبد الوهاب حسين الطراونة بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ حسين باشا الطراونة. ولد البطل المؤابي الشيخ حسين باشا الطراونة عام 1869. تقلد مناصب عديدة في الدولة العثمانية، شهد أحداث ثورة الكرك، قام مع عدد من زعماء الكرك وعلى رأس مرفيفان المجالي بتشكيل حكومة الكرك المؤابية. أسس الشيخ إحسان باشا مع زعماء شرق الأردن الحركة الوطنية الأردنية، حيث تنادوا بتاريخ 25/7/1928 لعقد المؤتمر الوطني الأول في مقهى حمدان بالعاصمة عمان برئاسة الشيخ إحسان باشا الطراونة.
وانبثق عن هذا المؤتمر الميثاق الوطني الأول وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر، وشارك مع زملائه أعضاء المجلس التشريعي بمبايعة سمو الأمير عبد الله بن الحسين ملكاً على المملكة الأردنية الهاشمية وإقرار أول دستور للمملكة. شارك حسين باشا الطرامي بالمؤتمر الإسلامي الأول في القدس ومؤتمر أم العمد، توفي رحمه الله عام 1951 في مدينة الكرك. تتفضل الدكتورة جيهان محمد عودي أبو تاية بتسلم درع الجمعية تكريما لجدها المرحوم الشيخ عودي بن حرب أبو تاية. يتفضل معالي السيد هشام فايز حامد الشراري بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ حامد باشا الشراري. سلامة علي سلامة المعايطة بتسلم درع الجمعية تكريم لجده المرحوم الشيخ سلامة باشا المعايطة. يتفضل الشيخ حاتم محمد بشير الغزاوي بتسلم درع الجمعية تكريما لجده المرحوم الشيخ بشير باشا الغزاوي.